السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن أحجام الرئة ومقياس التنفس أو السبايروميتر. هنبدأ الأول بأن احنا نرسم الرئة في حجمها الطبيعي من غير ما يكون في أجزاء الهواء أو أحجام الهواء اللي بيتم إضافتها في خلال عملية الشهيق أو الزفير. الحجم ده بنسميه الحجم المتبقي بالإنجليش residual volume RV residual volume. الحجم ده بيكون حوالي 1.9 liters أو 1.8 liters residual volume. يبقى ده أقل حجم للرئة. في الغالب الرئة ما بيكونش فيها الهواء بالشكل ده إلا للحظات لما الجزء الثاني بنضيفه على الرئة. الحجم ده اللي هو حجم الهواء اللي بيتم إخراجه في عملية الزفير ده بنسميه expiratory reserve volume يعني حجم مخزون هواء الزفير ERV expiratory reserve volume. الحجم ده بيكون حوالي 1.4 liters. الحجمين دول مع بعض بنسميهم قدرة الأداء للرئة functional residual capacity قدرة الرئة على التخزين. يبقى ده الهواء اللي الرئة تقدر انها تخزنه لفترة من الوقت. يعني في اغلب الوقت جزء كبير من مخزون الهواء اللي بيتم اخراجه في عملية الزفير بيكون موجود في الرئة ما بيطلعش كله من الرئة زائد المخزون اللي موجود عندنا في الاول اللي هو الـ residual volume functional residual capacity قدرة الرئة على التخزين. تمام. بعد كده عندنا جزء ثالث بنضيفه هنا بيكون أصغر من الـ expiratory reserve volume اسمه tidal volume. tidal volume يعني الحجم المادي من زي المد والجزر مد. ليه؟ لأنه الجزء ده ما هوش جزء ثابت بيكون حوالي 0.4 لتر 400 ملي لتر. الحجم ده بيتم إخراجه مع الزفير في حالة عدم بذل جهد في عملية الزفير بيتم إخراج الجزء ده ومعظم حجم هواء الزفير بيفضل موجود في الرئة. يبقى ده تالت جزء عندنا tidal volume. آخر جزء هنضيفه هو الجزء اللي بيتم إضافته في الرئة خلال عملية الشهيق وده بيكون أكبر حجم الرئة ممكن إن هي توصل بنسميه inspiratory reserve volume inspiratory reserve volume وده بيكون حوالي 2 لتر. لو حسبنا تقريبا متوسط الأحجام دي كلها يعني حجم الرئة اللي بتوصل له في حالة جمع كل الأحجام دي بيكون حوالي 6 لتر. ده بنسميه total lung
capacity قدرة الرئة الكلية، قدرة الرئة الكلية، كل الأحجام دي ممكن الرئة إنها تستوعبها، وده أكبر حجم الرئة ممكن توصله. Total lung capacity. التلات أجزاء الزيادة اللي إحنا زودناهم على ال residual volume اللي هما ERV TV و IRV، expiratory reserve volume، tidal volume، inspiratory reserve volume. التلاتة دول مع بعض بنسميهم القدرة الفعلية للرئة. يبقى ال RV مع ال ERV بنسميه قدرة التخزين للرئة، لأنه معظم الحجم ده بيفضل موجود في الرئة في الشكل الطبيعي إذا ما تمش بذل جهد في عملية التنفس زي ما هنشوف دلوقتي في مقياس التنفس. لكن ممكن إخراج الثلاث أجزاء دول في حين بذل الجهد. فالثلاث أجزاء دول مع بعض بنسميهم القدرة الفعلية للرئة. Vital capacity. Vital capacity. VC. وهنعرف ليه دلوقتي احنا قلنا عن الجزء ده، مهم جدا المصطلح ده Vital capacity. دلوقتي يبقى دي احجام الرئة. بالنسبة لمقياس التنفس ازاي بيشتغل؟ هنشوف دلوقتي، هنبدأ برسم الرسم البياني. هنرسم على المحور الرأسي الحجم فوليوم باللتر، وعلى المحور الأفقي الوقت بالثانية. ماكسيموم أعلى حجم عندنا زي ما قلنا 6 لتر، حوالي 6 لتر. هنبدأ 1 2 3 4 5 ست. أول خط هنحطه هو الـ residual volume، احنا قلنا حوالي قريب من الـ 2 لتر أو 1.8 1.9، يبقى ده الـ residual volume. تاني جزء عندنا ال ERV expiratory reserve volume. expiratory reserve volume عند حوالي التلات ERV. بعد كده عندنا tidal volume، حجم بسيط هنا، وبعدين الماكسيموم عندنا اللي هو عند الرقم 6 لتر تقريبا اللي هو inspiratory reserve volume. عملية التنفس بشكل طبيعي بتكون كده، او بالشكل ده. ده معناه ايه؟ الشكل ده معناه ايه؟ هنا احنا ما بين الـ tidal volume والـ expiratory reserve volume. يعني ايه؟ يعني مقدار الهواء اللي بيخرج ما بيتعداش او ما بيوصلش لأقل من حجم الهواء المتوفر في الرئة لعملية الزفير. ما بيطلعش كله، معظمه بيكون من المقياس او الحجم المادي، من المد، حجم المادي ده. ومعظم الهواء الموجود لعملية الزفير بيكون مازال موجود في الرئة. بيوصل عندنا قدرة اخراج الهواء في عملية الشهيق، في اخر عملية الشهيق بتبدأ عملية اخراج الهواء في عملية الزفير. لما توصل الـ inspiration يوصل لـ maximum لعلى درجة، بتبدأ عملية الـ expiration أو الزفير. تمام، ده الشكل الطبيعي عملية التنفس
باستخدام جهاز مقياس تنفس أو السبيروميتر. اللي بيتم عمله باستخدام قياس السبيروميتر أو مقياس السبيروميتر هو إنه بيطلب من الشخص اللي بيستخدمه إن هو ياخد نفس عميق، وبعدين إن هو ياخد الزفير بيبذل فيه مجهود بحيث إن هو يخرج أكبر كم من الهواء اللي موجود في الرئة، فبيكون عندنا الرسم البياني بالشكل ده. شهيق، ولما يوصل للماكسيمم بتبدأ عملية الزفير لحد ما يوصل تخرج كل كمية الهواء الموجودة في الرئة، اللي هي تخرج القدرة الفعلية للرئة. يبقى عندنا الجزء ده لحد النقطة دي من هنا لهنا، ده بيمثل الـ Vital Capacity VC، Vital Capacity. طيب ده يهمنا في ايه؟ يهمنا في انه الجزء ده من الكيرف ده بنسميه Forced Expiration. Forced Expiration ليه Forced؟ Forced يعني ان هو بيستخدم فيه قوة، Force، لانه مش بشكل الطبيعي بيكون كده. هو Forced Expiration علشان يجبر معظم الهواء في الرئة ان هو يطلع. العملية دي بنستخدمها في ان احنا بنحدد نسبة لمقياس اسمه تيفنو اندكس. تيفنو اندكس ده عبارة عن النسبة ما بين ايه؟ ما بين حاجة اسمها Forced Expiratory Volume 1، اختصارها FEV1. يعني ايه؟ يعني احنا بدأنا هنا الكيرف في عملية التنفس الإجباري، وبناخد على الكيرف بناخد مقياس ثانية واحدة، فلنفترض انها المسافة دي. فعندنا الجزء ده من الكيرف لحد هنا، الحجم ده اللي عندنا هنا اسمه Forced Expiratory Volume، حجم الزفير الإجباري FEV1، لأنه في ثانية واحدة. النسبة ما بين ده وما بين الـ Vital Capacity، القدرة الفعلية للرئة. عشان كده قلنا انه النصاح ده مهم جدا. في الوضع الطبيعي النسبة ما بين حجم الزفير الإجباري ده القدرة الفعلية للرئة بيكون حوالي 80%. يعني النسبة ما بين الجزء ده وما بين الـ Vital Capacity بتكون 80%. إذا زادت أو قلت فده معناه إنه في مرض أو في حاجة بتخلي الرئة إنها ما تشتغلش بشكل طبيعي. في أمراض اسمها obstructive أو restrictive، يعني حاجات بتعيق يا إما دخول الهواء في الرئة يا إما خروج الهواء من الرئة. ده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية، ونخلي بالنا المصطلح ده لأنه مهم جدا، المقياس ده مهم جدا، لأنه على أساسه نقدر إن احنا نحدد إذا كان المرض اللي بيعاني منه المريض هل هو مرض بيمنع دخول الهواء في الرئة أو بيمنع خروج الهواء من الرئة. هنعرف إزاي إن احنا نقدر نحدد الحاجة دي. أتمنى إنه يكون درس النهاردة كان سهل، أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم.
Click here to subscribe in order to be notified when new medical video tutorials are uploaded and to check the older videos of medical tutorials and also high school tutorials.